ده الكورونا والله العظيم ثلاثة يا فجرة. ده انا خدت الكورونا بحضن. نم معايا الساعة ريح نفسك. اهلا بكم، اهلا بكل مشاهدي قناة ساعة مع حنفي، قناة خصصناها بالكامل لعالم الجريمة، لكن بنقدم النصيحة العظة واهم درس ان احنا لازم نتعلم من اخطاء غيرنا. صحيح الحظر خلى الستات ما بتعرفش تخون لان الرجالة قاعدة في البيت، فبطول ما الرجالة قاعدة في البيت الست ما بتعرفش تستقبل عشاءها ولا تعرف تنام معاها. فالكورونا جت مصلحة للزوج ان هو ضمن ان مراته ما بتخونوش، لكن في غياب الزوج مفيش مكان للكورونا لانها اصبحت فعلا الفيروس موجود جوه البيت وهي الزوجة. تعالوا بينا اعزائي المشاهدين نشوف الزوج اكتشف ازاي ان مراته في وقت الحظر كانت عاملة حسابها عشان تخون. قبل ما نشرح جريمة القتل دي تعالوا ندعوكم للاشتراك في قناة الساعة مع حنفي، تفعيل الجرس ليصلكم الاشعار وقت ازاحة الحلقة. احنا عارفين ان الحظر بيبدأ الساعة 7، فالست اللي عايزة تخون جوزها تعمل ايه؟ بترتب مع عشاها قبل جوزي ما يجي علشان الحظر، تعال نم معايا الساعة ريح نفسك وبعد كده يمشي عشان جوزي هيجي يرقد لي في البيت ويقعد لي زي الرضا. لا هاخد راحتي معاك ولا هاخد راحتي مع نفسي، لانه طول ما هو موجود عامل زي الرضا جوه البيت، لا شغله ولا مشغل. الجريمة حصلت في منطقة اسمها شارع البط في البساتين. الست شغالة في مصنع، واحنا عارفين في المصانع بصفة عامة وبالذات في القطاع الخاص بيكون الاختلاط والناس بيعاملوا بعضهم زي الاخوات، اصدقاء عمال وموظفين واداريين ومهندسين وكل ده مصنع كبير. في الوقت ده بنت جميلة اسمها رضا كانت دايما بتحكي عن مشاكلها مع جوزها، وان الحظر خلى الزوج بيقعد من الساعة 5 ولا 6 بيفضل قاعد لتاني يوم، لا بيخرج ولا بيريحني، لا بعرف اقعد على النت ولا اعرف ادردش مع حد في التليفون، وما فيش انت بتكلم مين وانت بتعمل ايه ومين وايه معاك ومين مش عارف ايه، وخانقني جوه البيت. في الوقت ده في وظيفة في المصانع انا حتى لما سألت عنها اسمه HR. ايه هو HR؟ اللي هو مسؤول عن الموظفين، اللي هو لو انت بتدخل في اي اختبار او في اي امتحان بيسألوك انت شايف نفسك بعد 5 سنين فيه، بيبقى موظف هو المسؤول عن الموظفين والعمال. في الوقت ده رضا كانت بتروح له باستمرار وبتتكلم معاه، وهي البنت بأمانة جميلة، ولما تكون واحدة جميلة وبتحكي في مشاكلها يا سلام بقى على كله بيعمل قلبه الطيب لانها حلو. لكن لو وحشة يقول لها ما تغوري بعيد عنها، لكن لما تكون حلوة يا سلام، وحد يزعل الجمال ده كله؟ بغيت انت لو مراتي اخ والله العظيم كنت خدت اجازه، ده انا كنت فرحت بالكورونا، ده انا خدت الكورونا بحضن، هتقعدني معاكي في البيت اليوم كله. فضل الاتش ار ده او مسؤول الموظفين ده يقول لها في كلام غزل لغايه ما اقنعها ان هو عايز يجي لها في البيت علشان ينفرد بيها، لانه في كلام كبير عايز يقوله لها ومش هيعرف يقوله في المصنع. قالت له طب وجوزي؟ قال لها جوزك بيجي الساعه كام؟ قالت له كان في الاول بيسهر ويجيني اخر الليل، دلوقتي يا عمي من الساعة 5 بيجرش لي عشان الحظر. قال لها خلاص احنا مش عندنا بكرة اجازة في المصنع. قالت له ايوه. قال لها خلاص هجيلك الساعة 3 اقعد معاك لغاية الساعة 4 اقول لك الكلمتين اللي انا عايز اقولهم لك وبعد كده انزل قبل جوزك ما يجي. قالت له طب الكلمتين دول ما ينفعوش يتقالوا هنا؟ قالت له، قال لها لا ده كلام كبير. قالت له طب نقعد في اي كافيه؟ قال لها انت مش عايزة تجيلي البيت؟ مش عايزين اجيلك البيت؟ قالت له لا والله انت تشرفني. قال لها خلاص هجيلك بكرة الساعة 3. بالفعل راح لها الساعة 3 وطلع ان هو مش عايز يقول لها كلمتين، ده عايز يعمل معاها علاقة كاملة. بالفعل دخلت وقامت بالواجب معاه والشاي والحاجة الساعة، وبعد كده فوجئت بيه بيقول لها ان هو بيحبها ومش قادر يبعد عنها، وفي لحظة ضعف لقت نفسها جوه حضنه، وبعد كده شالها ودخل اوضه النوم وعلى سرير جوزها وابتدى يمارس معاها الرذيلة. مرة مع التانية ابتدوا ينسوا الوقت، ومع الحب والغرام والمتعة الجنسية فوجئ ان هو دخل الساعة 3 ما طلعش من اوضه النوم 3-4 ساعات وهم تقريبا ناموا، او تقريبا الولد كان واخد برشام فاشتغل بهمة ونشاط شوية نسي الزمن. في الوقت ده الزوج وصل بدري عن بيته نص ساعة. الزوج متعود ان بيحط مفتاح الباب الشقة، الباب بيفتح، فوجئ المرة دي ان الباب مقفول من جوه. قعد يخبط يخبط يخبط، الزوجة قعدت 3-4 دقايق قبل ما فتحت. قال لها ايه من امتى انت بتقفل باب الشقة من جوه؟ قالت له ما حظر بقى الواحد بيخاف من ولاد الحرام. قال له انت بتعمل ايه؟ قالت له كنت نايمة جوه. قال لها باين على شكلك انت تعبان. طبعا ما يعرفش انها تعبانة من كتر الهبد اللي هبده مدير المصنع بتاعها ولا المسؤول الموظفين. دخل جوه قالت له مش هتغسل وشك؟ قال لها ليه اغسل وشي؟ مش لما اغير هدومي الاول. دخل جوه لقى صاحبنا لسه كان بيلبس هدوم. مين ده؟ مين ده؟ الواد حب يجري، كان هو
سبحان الله كانوا بياكلوا، كان جايب لها تفاح امريكاني وكان قاعدين يقشروا في اوضه النوم وبياكلوا، طبعا ما عايز يتغذى الراي. في الوقت ده السكينه راح خبط عشيقها بالسكينه 12 طعنه، نزل ميت، والزوجه جرت من باب الشقه، قعد يجري عند الجيران، الجيران منعوه يدخل عليها جوه شواهم وقالوا له لا عيب الست استجارت بينا، مش ممكن ندخلك ونخليك تقتلها وتجيب لنا مصيبه. جات الشرطه، ايه اللي حصل يا عم؟ قال انا النهارده جيت بدري نص ساعه، فوجئت ان الراجل ده في الشقه ومع مراتي فانا قتلته. الزوجه طبعا طلعت من عند الجيران، الشرطه بتحقق معاها، قالت لهم ده المدير بتاعي، وكان كنت عامله جمعيه وكان المفروض ان هيجي يظبطها لي، والنهارده اجازه، فانا قلت له تعالى البيت ده انا عايز الفلوس، فجالي البيت بيديني فلوس. طب جوزي يعر اتهيأ له ان انا على علاقه بيه وحصل اللي حصل وما رضيش يسمعني، كانت عايزه تودي جوزها في داهيه، يعني بتقول لهم ده كان صاحبي وزميلي في الشغل جاي يقبضني جمعيه، وجوزي دخل شك ان في حاجه بينه وبينه فراح ضربه وقتله. لكن الجيران شاهدوا ان الراجل ده بقى له فتره بيتردد عليها في غياب جوزها، وان العمليه لجمعيات ولا غيره، ما فيش واحد بيجي في الاسبوع مره واثنين وثلاثه عشان جمعيه. وبالفعل تم القبض على الزوجه بتهمه الزنا، وتم القبض على الزوج بجريمه القتل. بس هي الفكره، الموضوع ده حصل في شارع البط للبساتين، هي الفكره ايه جرأه الستات دي؟ يعني انت جوزك مش مسافر، او مش هنقول او مطلقه ولادك مثلا، او ان حتى انت ارمله، ايه الجرأه ان انت تدخلي راجل جوه بيتك؟ جرأه غير عاديه، جرأه يعني والله الراجل ما يقدر يعمل كده. يعني الراجل اللي عايش شقه عايش في شقه لوحديه بيبقى خايف يبص في البلكونه عامل زي الحراميه احسن واحده، وواحده طالعه له احسن حد يشوفها، والست متجوزه وجوزها مش مسافر. يعني لو نقول مسافر في دوله اوروبيه ولا دوله اجنبيه هنقول مطمن على الاخر ان هو مش في مصر، لكن ده انت جوزك شغال في نفس البلد. يا ست اعملي حساب ان هو ممكن يغمى عليه، ممكن يتعب، ممكن اصحابه يقولوا روح بدري، ممكن الشغل نفسه يقول له احنا مستغنين عنك النهارده، ممكن يزوغ من الشغل ويجي بيته يريح شويه. ما بتخافيش؟ طب ربنا ستر عليكي مره اتنين عشرة، ليه ما تقوليش استغفر العظيم وكفايه؟ يا ست بتحب المدير بتاعك طلقي من جوزك واتجوزيه، لكنك تعملي كده بجوزك ليه؟ وكمان في ايام حظر، يعني انت عارفه ان جوزك لازم يكون في البيت من الساعه 6 قبل الحظر بساعه، واحنا عارفين زحمة المواصلات قبل الحظر عامل زي قبل الفطار في رمضان، الناس كلها عايزة تمشي عشان تلحق الفطار، وبرضو نفس النظام الناس عايزة تروح قبل الحظر. يعني جوزك وارد جدا يدخل عليك، وكمان نسيتي نفسك انت وهو بعد ما كان بيمشي الساعة 3 ولا 4 ويمارس معاكي ساعة كاملة ولا ساعة ونص، نسيتوا نفسك وقعدتوا تقشروا تفاح وتاكلوا تفاح ومعايشين ومهيصين جوا اوضه النوم على سرير الراجل. يا فجرة ايه اللي بيحصل ده ليه؟ والمصيبة ان الزوج بيقول مش مقصر معاه، ده انا بلبي معاها يوم والتاني، طب الزوجة بتخون ليه؟ مدام الزوج مش اصلا يعني هو مفيش مبرر للخيانة، لكن هنفترض ان الزوج غير قادر على القيام بواجباته الجنسية، مش قادر. طيب يا ستي اتطلقي، لكن مش معنى كده ان انت تخونيه وعلى سريره وفي اوضه نومه وفي شقته. ليه؟ هو مش متجوزك عشان تطعنيه في شرفه، متجوزك مش علشان ان انت تهينيه في رجولته، ده متجوزك عشان يكون اسره واحده تصون ماله وعرضه وشرفه. لكن الستات دلوقتي بقت الاعراض بالنسبه لها اهي متعه، وساعه الحظ ما تتعوضش، وربنا غفور رحيم، وانا استغفرت ربنا وربنا كبير. ايوه يا ستي ماشي، لكن انت ما بتغلطي في راجل مخليك على ذمته، شايله اسمه، شايله عرضه وشرفه، كل ده ملوش حساب عندك؟ كل ده ما عملتش حسابه؟ ما فكرتش في يوم؟ ما تخيلتش في يوم ان جوزك ممكن يطب عليكي؟ لو توقعت كده في يوم من الايام ما كنتش عمرك تعملي كده. ايه جرأة الستات دي؟ الستات بقى عندهم الجرأة دلوقتي اكتر من الرجالة والله، والله الراجل لما يقول لست علي البيت بيبقى واقف في البلكونة زي الحرامية، لكن الست بتبقى قاعدة جوه بيتها تفتح الباب عادي، وتجيب سكينة ومجهزة التفاح وتقشر لعشائها عادي، وتوكله على سرير جوزها عادي، وتخلع هدومها قدامه عادي، وتنام معاها عادي، يمكن ما بتوكلش جوزها التفاح في بقه زي ما بتوكله لعشائها. بقت اللي بتعمله مع عشائها ما بتعملوش مع جوزها. ايه الجرأة دي؟ وفي الاخر نقول الكورونا؟ ده الكورونا والله العظيم ثلاثة هي اللي بتشتكي منا، مش احنا اللي بنشتكي منها، من جرأتنا على ربنا، من عدم خوفنا من ربنا، من جبروت المرأة في خيانة جوزها. اهدى
وللأسف هو متجوز العشيق، وهي جوزها بيقول أنا مش مقصر معاها في حاجة، وواجهها قال لها أنا قصرت معاكي في إيه؟ قولي لو كنت قصرت معاكي في حاجة قولي لي عشان أبقى عارف إن أنت ليك عذرك، وإن كان الخيانة ملهاش عذر. ولله الأمر من قبل ومن بعد. أشكركم.